تصوير مباشر لغزال الريم في محمية الملك عبد العزيز الملكية. صورت بالسابق وهذه المرة الثانية أيضا أصورها بالبرية، شاهدوها أمامكم. هذا بعد ما عاد الغطاء النباتي، شوفوا ما شاء الله هذا الظبي كيف يعني مبسوط على كثافة الغطاء النباتي. التاريخ يا عبيد 29 فبراير 2024. ايه 2024 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ابو سيف هلا، وش الفرحه هذه؟ المره الثانيه يا عبيد، هذا مره ثانيه. وقف، الله يا الظبي، شوفوا كثافة الغطاء النباتي في محمية الملك عبد العزيز الملكية. أهم شيء الغطاء النباتي، وأيضا موفرين سقية تمام لهن، وهو ما يحتاج أصلا سقية لأنه من الجوازي، ولكن بعض الأحيان في أوقات الحر الشديد يحتاج سقية في الحر الشديد جدا. كني ما شفتك. ها الله، أنا دخلت بعض الكهوف وحصلنا قرون هذه الغزلان، كنت أتمنى أنهن عايشات، واليوم ولله الحمد رؤية سيدي ولي العهد الله يحفظه عراب البيئة شهدته أمامي. كنت أسمع من أبوي أول يقول يا ولدي كنا نشاهدهن، أتمنى الشيء هذا والآن تحقق في محمية الملك عبد العزيز الملكية. هذا الظبي قدامكم، يا سلام سلم، الله فرحان 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 فرحان. اي والله اعتقد اللي ما يفرح للاشياء هذه فيه مشكلة. اذا شعرانا وموروثنا وادبنا ذكر الغزلان وذكر البيئة بتفاصيلها، يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. محمية الملك عبد العزيز الملكية. والله يا ابو سيف انا مشغول مع هذا الجمال، علينا هواء قوي يحرك الكاميرا. ما شاء الله راح يا ظبي الفلا. الله 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 الله، هات شوفه وهالطلة. الله 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 الله. 2024 عبيد، بيني وبين هالسراب. محمية الملك عبد العزيز الملكية، شكرا. 29/2/2024 كنت غلطان بالاول؟ ايه غلطان. 29/2/2024 اها. شو الحال بيني وبين هالسراب من البعد؟ كنا الكاميرا هذا اقصى حد تجيبه بعيد ترى.
29/2/2024. طبعا عليها أجهزة مراقبة وتتبع، هذا شيء جميل جدا. هذا غزال الريم، غزال الصحراء والرمال. هذا في خبة العمود. الله، امش مثل ما مشى أجدادك في هذه المنطقة. الغطان نباتي ابو سيف، شفت الخميله؟ اي والله. ايش رايك؟ ما عندك وش راي؟ هذه الخبه هذه مرعى الضبع قديما تتميز في تنوع النباتات. يا سلام سلام، شوفوا يا جماعه. طيب عبيد، هذه وقت معين وخلاص؟ لا، دائم. نباتات مستمره دائمه ونباتات لا ربيعيه. شوفوا شوفوا يا جماعه.